نضيف مأخذ USB للحاسوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتي. في هذا الفيديو سوف أريكم طريقة تنظيف منفذ USB للحاسوب بطريقة سهلة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مصلح الأجهزة الإلكترونية أو مختص في الأجهزة الكهربائية. سوف نحتاج في هذه العملية البسيطة إلى فرشاة لتنظيف الأسنان، لا يهم إن كانت قديمة أو جديدة، المهم أن تكون نظيفة وخالية من الماء، وتأكدوا بهذه الطريقة أنها نظيفة. نقوم بالذهاب إلى منفذ USB كما تلاحظون هنا، هذا هو منفذ USB، نقوم بتنظيفه بهذه الطريقة بلطف كما تلاحظون، قم بتنظيفه بلطف هكذا لنزيل كل الغبار والعوالق من هذا USB. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.